نابولي، بولونيا، الدوري الإيطالي، الدرجة الأولى، سيري أي، الجولة 14. شفنا كيفاش المباراة كانت قوية بالنسبة لنابولي وبولونيا، اللي كان جوج فرق عندهم كما نقولك سمعة واحدة في إيطاليا. يعني كانت شفنا كيفاش نابولي وين سجلوا في الشوط الأول، بعد ذلك شفنا في الشوط الثاني كيفاش بولونيا سجلوا. يعني كانت المباراة كانت في القمة، مباراة نقولوا كانت في القمة، لأن المباراة ما بين نابولي وبولونيا دائما وين تكون في القمة. شفنا كيفاش نروحوا الإحصائيات، نابولي شفنا نابولي كيفاش 56% استحواذ، 44% بالنسبة لبولونيا. شفنا كيفاش التمريرات 287 تمريرة، 415 تمريرة بالنسبة لنابولي. يعني كانت نابولي نقولوا بلي نابولي كانت مسيطرة، خاصة في الشوط الثاني في ملعبها أمام جمهورها. يعني كانت المباراة ما كانت سهلة. شفنا كيفاش أنشيلوتي وين دخل بالتشكيلة والخطة 4-4-2. شفنا كيفاش سينيسا المدرب تاع بولونيا اللي دخل بالتشكيلة والخطة 4-1-4-1. يعني كانت المباراة شفنا كيفاش داويد الحارس تاع نابولي وين انقذ المرمى تاعو، خاصة امام ريكاردو اللي خرج في الدقيقة 46. يعني كانت المباراة شنا كلاوديو كوليبالي، شنا كوستاس، يعني شنا كيفاش لوريناز، يعني فابيان، شنا إلي إلماس، بيتوريا. يعني نقولوا بلي فيرناردو مارتينيز اللي دخل في الدقيقة 65 في مكان إيلا في وسط الميدان. يعني كانت المباراة اللي نقولوا بلي كانت في وسط الميدان، نقولوا بلي القوات تلعبت في وسط الميدان. شنا هجمة بهجمة، شنا السيطرة طفيفة من جانب نابولي، شنا الهجمات المعاكسة والمبنية من الدفاع من عند بولونيا، خاصة على الأجنحة وين شكلوا خطورة. يعني كانت المباراة فينالدو اللي سجل في الدقيقة 41، أندرياس اللي عدل النتيجة في الدقيقة 58. المباراة كانت نقولوا بلي كانت المباراة اللي كانت خاصة لوكاس الحارس تاع بولونيا الذي أنقذ المرمى تاعو. شنا توميسو، شنا ماتيا، يعني دانيلو، ستيفانو، ميديل، نقولوا بلي جيميلي، أندريا بولي، شنا نيكولا، شنا رودريغو، ماثيوس، أندريا، اللي نقولوا بلي أندريا هذا اللاعب هو اللي سجل هدف التعادل بعد دخوله مباشرة. شفنا كيفاش دخل في 46 وعدل النتيجة في الدقيقة 58. يعني مباراة كانت في المتعة، كان في المتعة. شفنا كيفاش رغم أن الأهداف ما كانش بزاف، بصح شفنا المتعة في اللعب، خاصة نابولي مع بولونيا، خاصة نابولي ودائما نابولي يبقى الفريق اللي تكون اللي عنده السمعة تاعه هذه هي. ونابولي بولونيا الدور الإيطالي الدرجة الأولى سيري أي في الجولة 14. صحيح.